على الحضور جميعا. انا يعني مش عارف ابدا منين، بس الحقيقه انا سعيد جدا جدا ان انا موجود في المغرب، لانه انتم مش عارفين انا بحبكم قد ايه، وكمان سعيد لوجودي في مهرجان كازا ارت. وعايز الحقيقه اشكر الاستاذه ساره والاستاذ عماد على المجهود الكبير اللي بذلوه علشان المهرجان يتطور ويكون من اهم المهرجانات اللي موجوده النهارده. انا الحقيقه سعيد بتكريمي وسعيد بحضوري معاكم، وبتمنى يا رب دايما تفضل العلاقه الحلوه والحب اللي بيننا دايما ان شاء الله. شكرا مروان غني فنان محمد حمقي. من حسن حظي انه بيختاروني. الحقيقه انا يمكن اتكلمت عن الموضوع ده اكتر من مره، وهقول تاني انه انا بالنسبه لي وقت ما بدات في ذا فويس، انا بدات السيزون الرابع الموسم الرابع من ذا فويس الكبار، وبعدين السنه دي الموسم الخامس للكبار، وكمان بقى الموسم الثالث من ذا فويس كيدز. الطاقات الفنية أو الأصوات المغربية الحقيقة مبهرة جدا جدا، يعني ما شاء الله ما شاء الله. أكبر حجم مبدئيا، يعني أكبر عدد بيجي بيتقدم على ذا فويس تحديدا الكبار بيكون من المغرب. كم الأصوات الحلوة اللي مش عايز أقول إنها مواهب، مجرد مواهب، لا، هي ترتقي إلى الاحترافية. يعني أنا سمعت أصوات في الموسم الرابع والموسم الخامس من ذا فويس من المغرب مش طبيعية مش طبيعية. يمكن كان معايا، انا كنت سعيد الحظ ان انا يكون معايا فريق كويس في الموسم الرابع، واللي كان مقوي الفريق هي الاصوات المغربيه. يعني كان معايا عصام سرحان وشيماء، الاثنين كانوا من اقوى الاصوات الموجودين في الموسم بالكامل. السنه دي كمان كان عندي فهد، وكان عندي وئام، كان عندي حفيظه. مش عارف، في حاجه بينا. يعني انا بلف للصوت انا ما اعرف هو منين. انتوا عارفين القواعد البرنامج، احنا بنبقى بنسمع الاصوات ما نعرفش عنهم اي حاجه خالص، ولا حتى بناخد معلومه الجنسيه ولا معلومه الصوت اللي هيطلع يغني اذا كان ولد او بنت، ما بنكونش عارفين حاجه خالص. وانا لما بسمع اوقات بيكونوا بيغنوا مثلا مصري، يعني الاغنيه مش ضروري تكون اغنيه مغربيه، فمش بالضروره اكون عارف الجنسيه، بس في حاجه بتلمسني من الاصوات المغربيه كانت بتخليني الف. وغالبا هي الطاقه اللي موجوده دي بيني وبين الاصوات المغربيه كانت كمان بتخليهم يحسوا ان هم عايزين يكونوا معايا في فريقي، وانا سعيد جدا بالعلاقه دي، اتمنى انها تدوم ان شاء الله. بس كمان اتمنى منكم، يعني على ذكر ذا فويس، اتمنى منكم كصحفيين انكم تكونوا داعمين لكل الاصوات اللي اتقدمت في ذا فويس في الموسمين الرابع والخامس، لانه حقيقي كلهم بلا استثناء يستاهلوا يكونوا نجوم كبار. الكلام ده مش بنقوله في البرنامج علشان نقوله، لا، ده حقيقه. يعني انا لما بفتكر اول مره سمعت فيها عصام سرحان في البلايند اوديشن، انا صوت مبهر. شيماء كذلك، السنه دي في فهد وصل معايا الفاينل. يعني انا كنت في الموسمين الفاينلست معايا كان من المغرب، الموسم الرابع كان عصام سرحان، الموسم الخامس كان فهد مفتخر، وحفيظه من الاصوات الرائعه كمان. اتمنى ان انتوا تدعموهم، يعني ساعدوهم ان هم يوصلوا، ساعدوهم ان هم يكملوا، مش يبقى موسم في ذا فويس وخلصوا الموسم ونقلب الصفحه ونشوف اللي بعده. انا دي اكتر حاجه ممكن تتعبني او اكتر حاجه ممكن تضايقني، انه الولاد دول عندهم اصوات. كمان رضوان الاسمر كمان، برغم انه ما كانش معايا في فريقي، بس رضوان كمان من الاصوات المهمه جدا جدا، وعنده طاقه مش طبيعيه، وعنده حاله فنيه متميزه ومميزه. اتمنى منكم تدعموهم، لانه بجد يستاهلوا يكونوا نجوم في الوطن العربي. شكرا. مش انا بقول في علاقه خاصه جدا بيني وبين المغرب. طبعا انا سعدت جدا بالاغنيه بصوت سلمى، ويمكن كمان كانت جنات قبل كده غنت برضه ما بلاش في العمر القديم. انا سعيد جدا باللي قالته سلمى، وانا اتشرف ان انا اغني معاها الحقيقه، لان هي صوت جميل كمان، وعندها حاله فنيه خاصه جدا. طبعا يا ريت لو في فرصه ان احنا نعمل حاجه مع بعض ونكون من النوع اللي هي حبته، يعني زي نوع الاغاني اللي زي ما بلاش، اكيد اتشرف ان انا اغني معاها، او كمان مع كل الاسامي اللي انا قلتها لك دلوقتي، بما فيهم جنات كمان، جنات وبما فيهم الديب سميره سعيد. يعني انا عندي علاقه بقول لك خاصه جدا مع المغرب ومع الفنانين المغرب. شكرا. انا مصطفى فاروق من مصر. اهلا بيك. عرفت على طول من الصوت على طول الاول. اولا ممكن الاقيك تعمل اغنيه بالمغربي باللهجه المغربي ولا بقى؟ مين اكتر الاصوات في المغرب اللي انت بتحب تسمعهم؟ ولو ممكن تعمل ديو في المستقبل تختار مين؟
لا هو مش صعب قوي يعني، هو خبيث بس هو خبيث مش سؤال صعب. بص يعني خلينا نبدا اول بس هو كذا سؤال. اغنيه بالمغربي في بعض. اغنيه بالمغربي هو الحقيقه انه في مشروع، انا بس مش هاخد القرار غير لما اسمعني انا وانا بغني بالمغربي واقتنع ان انا ينفع اغني بالمغربي. ولو انا حسيت انه انا بسمع زي ما بسمع الفنانين المغاربه هعمل كده، لاني مش حابب ان انا اكون بقدم عمل من دماغي. بحب دايما لما اقدم عمل او لما اغني بحب اغني باحساسي من قلبي. لو ابتديت ابقى وانا بغني بفكر هي اللهجه مظبوطه ولا مش مظبوطه، هي الحرف ده المفروض يبقى كده ولا المفروض يبقى بيتقال بيتنطق بشكل تاني، هفقد جزء من احساس الغنى بسبب انك بتفكر طول الوقت في اتقان اللهجه. فبعد التدريب واحنا يمكن بنعمل كده دلوقتي، لو ان شاء الله يعني ظبطت اكيد انا اتشرف ان انا اغني اغنيه باللهجه المغربيه. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تيفي، وما تنساش شاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.